هاي ان احنا ما عندنا كتله المدرسه او ما ربنا ندخل حملة مكافحة حبة حلب أو الليشمانيا كما هي معروفة بدأت منذ تقريبا 3 سنوات في المناطق المحررة. طبعا حملة مكافحة حبة حلب إلى قسمين، قسم وقائي وقسم علاجي. القسم الوقائي يلي بيكون هو المهام اللي نحن بنقوم فيها من خلال بخ البيوت بالمادة الفعالة أو بالدواء الآيكون لوقاية المواطنين من الإصابة بهذا المرض. طبعا في قسم آخر لمكافحة الليشمانيا واللي هو القسم العلاجي، يكون في المراكز المتخصصة والمنتشرة في كافة مناطق حلب المحررة. طبعا السنة بدأنا العمل بالشهر الثاني ونتوقع أن ننهي خلال الشهر الرابع بإذن الله تعالى، ونكون غطينا كافة مناطق حلب. في فرق عنا بالريف الشمالي، في بالريف الغربي، وفي بالمدينة، ومن المتوقع إرسال فرق أيضا إلى الريف الجنوبي بانتظار فقط استتباب الأمن هناك. حاليا عندنا الفرق مقسمة إلى مساعد، كل فريق يتألف من مساعد وعامل رش. المساعد مهمته هو تجهيز البيت بحيث لا يؤذي الأهالي أبدا ولا يأخذ حتى من وقتهم في تجهيز المنزل. يقوم بجمع أثاث المنزل ووضع في منتصف الغرفة وتغطيته بشادر حتى لا يصاب بالدواء، ثم يقوم العامل بتغطية المنزل بالمادة الفعالة عن طريق الرذاذ، مضخات التي تنشر الرذاذ.